تابعنا إذن مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الرئاسي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإشراف المستشار محمود فوزي، والتي أكد فيها دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة في هذه المحنة الإنسانية في أعقاب الدور المصري في الوصول لهذه الهدنة الإنسانية والتي تستمر لأربعة أيام في إطار تبادل لعدد من الأسرى من الجانبين. على أي حال مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة لتداعيات الأحداث على الساحة خاصة الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه التحديد، وكما نتابع الآن في بعض اللقطات على الهواء مباشرة ربما تشهد اللحظات المقبلة تحقق تبادل الأسرى من الجانبين، 13 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال في مقابل 39 أسيرا فلسطينيا أيضا من النساء والقُصّر في السجون الإسرائيلية وتحديدا في سجن عوفر الإسرائيلي. ربما اليوم وهو اليوم 49 لهذه العملية والتي أعقبها عدوان إسرائيلي، عملية طوفان الأقصى التي أعقبها حرب إسرائيلية وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة، يشهد نوعا ما جديدا في التطورات. ربما هي فرصة لالتقاط الأنفاس، وربما يعني في هذه اللحظات ونحن سنناقش مع حضراتكم على الهواء مباشرة فرصة المكاسب المتحققة من هذه الهدنة وإمكانية تحويلها لوقف إطلاق للنار دائم في القطاع. ربما كما نقول كمصريين عندما تشتد الأزمة ربما تزيد فرص انفراجها، وربما في هذه اللحظات نتمنى أن تكون هذه مقدمة لدوران عملية سلام ما وتحقيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل. على أي حال في هذه التغطية والتي نرحب بحضراتكم فيها يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شرفتنا معالي السفير. يعني نبتدي منين، لكن خلينا نبتدي من نفس التعليق. حضرتك كيف تثمن اليوم، يعني قربنا على 50 يوما من هذه الحرب وهذا العدوان، وربما انفراجة أمل أو بصيص أمل أو فرصة لالتقاط الأنفاس هي هدنة وتبادل لإطلاق الأسرى، هل يمكن أن نأمل من هذه الهدنة في شيء أكثر، أم أنه الأمر ربما يكون مرشح وفقا للتصريحات الإسرائيلية والحمسوية لشيء من التصعيد بعد انقضاء مدتها؟ بداية يعني اسمح لي بمناسبة أن ده اليوم الأول للهدنة وأن تم تنفيذ أهم بند من بنودها منذ دقائق أو منذ ساعة، ألا وهو قيام حركات المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين والأجانب، وكذلك قيام السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح بالإفراج عن أسيرات وزي ما حك قلت وقُصّر من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فقبل يعني نوجه التحية حضرتك لأجهزة الدولة المصرية كلها، لأنه اليوم النتيجة التي نراها اليوم أمام أعيننا هي بتعود إلى التنسيق والتعاون التام بين وزارات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة لكي نصل بعد 49 يوما إلى هذه النتيجة. وهذه الهدنة الإنسانية دي أول وقف للقتال يتفق عليه الطرفان المتحاربان منذ 7 أكتوبر. هذه الهدنة مدتها 4 أيام. المجتمع الدولي بأسره بيتمنى أنه يتم تمديدها وأن هي تحدث زخما وقوة دفع لكل من يطالب، لكل الأطراف الدولية التي تطالب أن نتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. لكن التجارب عودتنا
ان احنا يعني نتعامل مع مثل هذه الهدن او وقف قتال بحذر، مع الامل ان ما فيش اي طرف وخصوصا الطرف الاسرائيلي يقوم بانتهاك اي بند من بنود هذه الهدنه. صحيح، وخصوصا كمان معالي السفير انه يعني فشل التوصل لتحقيق الهدنة عدة مرات سابقة، وحتى هذه الهدنة ربما من يوم الأربعاء، وهي ربما يعني كان في شيء من العثرات وتأجل بدء تنفيذها وسرانها من الأمس لليوم. هي المفاوضات حضرتك للوصول إلى هذه النقطة كانت مفاوضات صعبة، وهي بدأت حضرتك يمكن بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء العدوان الإسرائيلي، وشاركت فيها هذه المفاوضات، كانت مفاوضات قامت فيها مصر وقطر والإدارة الأمريكية بدور كبير للحمل كل من حماس والحكومة الإسرائيلية للاتفاق على وقف الهدنة. في مرات توقف فيها وتوقفت الاتصالات تماما، على سبيل المثال عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي، حماس قطعت الاتصالات تماما مع كافة الأطراف. يعني لكن عموما هذه الهدنة، وبالرغم أن هي قصيرة 4 أيام، ومع الأمل أن هي لن يتم انتهاكها من جانب الإسرائيليين، أن هذه الهدنة هي بداية خطوة على الطريق الصحيح، ونتمنى البناء عليها، نتمنى البناء عليها بحيث ان احنا. طب البناء عليها ازاي معالي السفير، خاصة ان المنطق السياسي والدبلوماسي والعقلاني اللي حضرتك بتتحدث بيه ربما لا نجده في قناعات الطرفين بصورة او باخرى، بمعنى انه يعني سيتحرر اليوم 13 أسيرا إسرائيليا، وقيادات إسرائيل يتحدثون عن أنه بعد انتهاء الهدنة أو بعد الأيام الأربعة سيسعون إلى تحرير الباقين، ويقصدون بعملية عسكرية أخرى مستمرة. على الجانب الآخر ربما حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية يعتبرون أن ما بدأ في 7 أكتوبر من عملية طوفان الأقصى هي حرب تحرير. كيف تنظر إلى هذا الأمر، وخاصة المؤتمر الصحفي اليوم لرئيس السيسي مع رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا، أشار فيه الرئيس السيسي لأنه الحلول التقليدية نوعا ما لم تعد قابلة للتنفيذ بمعنى حرفي، فكيف ترى مستقبل العملية السياسية السلمية؟ لا ممكن نأجل النقطة دي تماما يمكن النصف الثاني من الحلقة، لأنه ردا على السؤال اللي حضرتك أشرته، طبعا مجلس الحرب الإسرائيلي اسمه بيدل على ده مجلس حرب، وهو بيضم حضرتك كما تعرف وزراء، وزير الدفاع الحالي، وزير الدفاع السابق بني كانس، رئيس أركان سابق، المستشار نتنياهو للشؤون الاستراتيجية، علاوة طبعا على رئيس الحكومة الإسرائيلية اللي هو المتسبب، السبب الرئيسي. صحيح. والأهم فيما وصلت إليه الأمور، ربما يمكن القول والوحيد كمان يعني على سبيل المبلغ. تمام يا أسامة. فحضرتك هما بيتكلموا بلغة يعني حضرتك حتى ما تشاهدهم وهم بيتكلموا، المؤتمر الصحفي اللي عقدوه أول أمس، يعني لا دي ناس هما محتاجين مصر ومحتاجين الوساطة، بالرغم مما يدعونه ان هم هيواصلون القتال. في عده اسباب تدعونا لهذا. اولا الضغط الراي العام الاسرائيلي الداخلي، اهالي الرهائن الاسرائيليين يمارسون ضغطا هائلا على مجلس الحرب. وجزء من الضغط كمان يعني بمعنى بسيط انه تم الافراج عن بعض، والبعض الاخر يعني على سبيل المقارنه لماذا لم يتم الافراج عنه؟ عمليه الافراج اخر الانباء انه السلطات الاسرائيليه منعت وهتمنع الرهائن ان هم يتحدثوا لوسائل الاعلام علشان تاثيرهم على الراي العام، عشان تاثيرهم، فده يبين لحضرتك الموقف الضعيف اللي مجلس الحرب فيه، لان هم مش عايزينهم يتكلموا بطريقه ايجابيه عن المقاومة او يتكلموا حضرتك عن تأثير القصف الجوي
الإسرائيلي عليهم هم عليهم هم كرهائن. فأنا أعتقد أنه الحكومة، تعلم حضرتك أيضا أن مجلس الحرب الإسرائيلي قال أنه كلما بعد انتهاء الأربع أيام، أنه كلما أفرجت حركات المقاومة الفلسطينية عن 10 رهائن سيتم تمديد الهدنة يوما إضافيا. إذا وصلنا لهذه المرحلة ده يبقى حاجة تقدم طفيف جدا جدا جدا، لأنه كل ما القتال توقف لمدة 24 ساعة مقابل الإفراج عن 10 رهائن تباعا وبصورة متتالية، ده حضرتك بي 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 احتمال كبير يولد داخل الرأي العام الإسرائيلي، ليس فقط لدى عائلات الرهائن وإنما لدى الرأي العام الإسرائيلي، وقف القتال أدى إلى نتائج في صالح إسرائيل. بالنسبة للهدف، الهدف القضاء، طب معلش النقطة ديت أنا عايز حضرتك تطول فيها شوية، معلش معالي السفير، لأنه واضح من كلام حضرتك أنه ليها دلالة تانية إذا كنت فهمت الكلام صح. لو الأربع أيام بخمسين أسير أو رهينة بواقع 12 أو 13 أسير أو رهينة كل يوم زي ما احنا عارفين، وتم الإفراج عن أسرى أو رهائن تباعا بعد الأربعة أيام، ممكن تطول المدة الخاصة بالهدنة لأسبوع لعشرة أيام أيا كان الوقت اللي هتطول فيه. هل معنى أن كل ما الوقت يطول ممكن تكون فرصة بقاء الحكومة الإسرائيلية أقل، وده ممكن يغير في مسار الحرب بشكل عام؟ لا، دي نقطة تانية. لا دي نقطة تانية. وعموما يعني استبعد دائما ان يبقى في اي تغيير سياسي ذو معنى ذو مغزى يعني خلال فترة الحرب. والتغيير السياسي في إسرائيل هيحدث عندما يتم تشكيل لجنة الدولة للبحث في الأسباب إخفاق الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في توقع هذا الهجوم وفي إحباطه تمام يا فندم. فدوت أما اللجنة دي تنعقد، لجنة الدولة، أما اللجنة دي هتنعقد هتستجوب كل المسؤولين والقادة العسكريين بما فيهم نتنياهو. النتائج اللي هتتوصل إليها، النتائج اللي هتوصل إليها هيكون ليها أثر كبير على السياسة الداخلية الإسرائيلية، بس دي مرحلة لاحقة. نحن حاليا حضرتك إذا فعلا حماس وافقت على الطرح الإسرائيلي أو الاقتراح الإسرائيلي إن بعد انتهاء هذه الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام هتفرج عن 10 رهائن، وإنه مقابل هذا هيبقى فيه يوم إضافي في الهدنة، إحنا بنتكلم حضرتك على 19 يوم على عدد الرهائن اللي معاهم، على حسب المعلن عدد الرهائن، لأنه فكرة إنه معاهم تقريبا 200 و هم 245 فالوقتي إذا تم الانتهاء من الإفراج على 50 رهينة نقدر نستعمل هذا الكارت لمدة تمديد المدة وعشر 20 يوم أو 19 يوم. وإذا حماس وافقت على الاقتراح الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية، والبعض بيرجح الفكرة ديت لأنه بيقول لك اللي ممكن تحققه وأنت معاك 10 أسرى أو 10 رهائن هو نفس اللي ممكن تحاول لو انت معاك 200 او 300. تمام. فحضرتك دوت اذا هذا السيناريو تحقق ده ممكن حضرتك يؤثر في التوصل الى موافقه نتنياهو ومجلس الحرب على اتفاق على وقف اطلاق نار دائم. لكن عندما نتحدث عن وقف اطلاق نار دائم، في سؤال بقى بيفرض نفسه علينا يا استاذ ايمن. ايوه، ماذا بعد؟ صح. اللي هي قبل سؤال ماذا بعد، ومعلش سامحني في الإطالة في الجزء السابق لماذا بعد. اليوم ربما يكون حدث مع إلقاء الطائرات الإسرائيلية المنشورات على أهالي قطاع غزة، ومن بينها التحذير من العودة إلى الشمال أو العودة إلى منازل الشمال، يكون حصل برضو نوع من أنواع إطلاق النار في الشمال وفقا لهذا التحذير. وطبعا هذا الأمر يعني ربما يعني يتسبب في يعني عدم ضمان استمرار الهدنة من عدم، وحضرتك تقدر لنا النقطة دي. النقطة الثانية، هل إسرائيل بتخشى اعتبار ما حدث من وصول لهدنة وتبادل أسرى انتصار لحماس؟ يعني هل هي تخشى هذه النقطة؟ هل أزمة إسرائيل في أنه يحسب ما انتهى إليه الأمر بأنه انتصار لحماس، وكيف تقيمه؟ هل هو بالفعل انتصار للمقاومة؟ بدون شك ان اسرائيل قبلت شروط المقاومه، يعني جهود الوساطه المصريه والقطريه والامريكيه حضرتك للتوصل الى ذلك، اخذت شروط حماس في الاعتبار،
اللي إسرائيل وافقت عليها. فلا شك إنه ممكن البعض وممكن ناس في إسرائيل يعني الأعضاء المتطرفين بن غفير وسموريتش كانوا بيعرضوا في البداية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وبن غفير شخصيا قال دي ده تكرار للخطأ اللي إسرائيل ارتكبته في 2011 عندما وافقت على صفقة الإفراج عن شاليط الجندي الإسرائيلي شاليط بألف أسير كان من بينهم يحيى سنوار اللي هم الوقتي هم الهدف أحد الأهداف الأساسية للجيش الإسرائيلي ولبنيامين نتنياهو هو الوصول إلى يحيى سنوار. فلا شك أنه الحكومة الإسرائيلية تفاوضت مع حماس، وفي ناس في إسرائيل بتبلغ بتقولها أنت تفاوضتي مع حماس بغض النظر أنت موقفك منها إيه، حماس فرضت عليكي أن أنت توافقي على شروطها لإتمام هذه الهدنة للإفراج عن الرهائن. لا شك حضرتك أن هذه الهدنة بتعطي أيضا من جانب آخر فسحة من الوقت للإسرائيليين من جانب، وحماس وحركة المقاومة من جانب آخر، إن هم يعيدوا بعيدا عن الحرب وأصوات المدافع يعيدوا تقييم تمام. وفي الإطار ده اسمح لي بسؤال بقى، لأنه سنوار قال في الكلمة اللي ألقاها بعد الوصول لهذا الاتفاق ما يحمل معنى بأنه هذا اتفاق حماس، ولكن ربما تكون هناك جبهات أخرى، باللفظ استخدم الحديث عن اليمن وعن لبنان ويقصد حزب الله والحوثيين دون الإشارة الصريحة لذلك، أنه غير مسؤول عن أنهم لو يعني اشتبكوا أو أحدثوا بعض المناوشات في هذه الأيام الأربع. هل ترى أنه مع طول أمد الهدنة مع قطاع غزة يمكن أن تزيد سخونة جبهات أخرى؟ ما اعتقدش حضرتك يعني ما اعتقدش، لانه الجبهات الاخرى زي ما حضرتك اشرت اليها هي جنوب لبنان او زي ما الجبهه الشماليه من وجهه نظر الاسرائيليين اليمن والحوثيين في اليمن وبعض الحركات المواليه لايران في العراق وفي سوريا. انا لا اعتقد انه ما رأيناه حضرتك من تراشق من هذه الأطراف ده كان حضرتك يعني نوع لإثبات الوجود، يعني احنا موجودين. لكن الحقيقة الثابت قدامنا انه هذه الحركات بالرغم طبعا من نواياهم الحسنة تجاه الشعب الفلسطيني لم يدخلوا المعركة، يعني حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية في غزة هي التي تحملت التصدي. هم كانوا بيحاولوا يخففوا الضغط بشكل نسبي يعني مش أكتر من كده. أنا بس عايز في نقطة تانية يجب أن تكون ماثلة أمامنا حضرتك، في اتصالات غير مباشرة وغير معلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. صحيح. والحكومة الإيرانية من خلال هذه الاتصالات أوضحت للولايات المتحدة الأمريكية إن هي مش معنية بتسخين أو بتوسيع رقعة الصراع. وعلي خامنئي المرشد الأعلى في إيران أما اجتمع بإسماعيل هنية بعد 7 أكتوبر في طهران أخبره قال له حماس شنت هذا الهجوم بدون التنسيق معنا وبدون اختارنا. ده دبلوماسيا معناه ايه؟ علشان كده قلنا انه كتاب عز الدين القسام كجناح عسكري ربما لم تنسق مع القيادة السياسية. لا انا ارجع للنقطة دي. انا بس مع ايران انا بنقطة ومع ايران ما هو نقطة ايران نقطة ايران يعني معناه ان انتوا قررتوا الدخول في هذه المعركة بدون تنسيق معنا، وبالتالي صحيح. احنا ما عندناش مسؤولية او التزام نقف معاكم في هذه المعركة. تمام. احنا معنا الان من العريش مفادنا إلى هناك الزميل حمادة العربي ليطلعنا على آخر أخبار المساعدات والمعونات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ابتداء من اليوم مع بدء
سريان الهدنة. تفضل حماد. تحياتي لك أيمن ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي النيل للأخبار. بالفعل نتحدث اليوم مع بداية سريان الهدنة في 7 صباحا. تم ضخ كميات كبيرة من المساعدات، نتحدث عن 200 شاحنة تم ضخهم على مدار اليوم. ظهر اليوم بالتحديد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه ما يقرب من 89 شاحنة من شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والمحملة أيضا بالمواد والمستلزمات الطبية، إضافة أيضا إلى بعض المعدات الخاصة بإنشاء مستشفى ميداني تتبع دولة الإمارات تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، تحسبا بعد ذلك لإقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة لعلاج المصابين الذين تجاوزت أعدادهم 36,000 مصاب جراء الغارات الإسرائيلية التي تواصلت على مدار الفترات الماضية وكانت موجودة حتى فجر هذا اليوم وقبل إعلان الهدنة وتوقيتها بدقائق معدودة. يضاف أيضا إلى ذلك ما شاهدناه اليوم من خروج عدد من حالات الإصابة من معبر رفح ما يقرب من 20 حالة، وتم توزيع تلك الحالات على المستشفيات القريبة سواء مستشفى العريش العام، مستشفى بئر العبد والشيخ زويد. وأيضا كان ملف العالقين له زخم كبير اليوم بخروج العشرات من مزدوجي الجنسية من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصرية عبر معبر رفح. والملفت للنظر اليوم أيضا هو دخول عدد من الفلسطينيين الذين كانوا عالقين داخل مدينة العريش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، العشرات أسر بالكامل رغم الأحداث التي هي كانت مستمرة طوال الفترة الماضية وربما تستأنف بعد انتهاء هذه الهدنة، إلا أن الفلسطينيون الذين كانوا متواجدين على أرض شمال سيناء قرروا أن يدخلوا إلى غزة مرة أخرى ويبقوا في وطنهم حتى لو استشهدوا داخل هذا الوطن وعلى ترابه. يضاف أيضا إلى ذلك زيارة رئيسي وزراء بلجيكا وأسبانيا إلى معبر رفح وعقد مؤتمر صحفي، والتأكيد من خلال هذا المؤتمر على حل الدولتين هو الحل الأنسب لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إضافة أيضا إلى ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والحل الأكبر وهو وقف نهائي لإطلاق النار وبحث هذا الأمر خلال أيام هذه الهدنة حتى يتم الوصول إليه بأسرع وقت ممكن، وحتى لا يعني يفاجأ العالم بمزيد من الضحايا والشهداء بعد انتهاء مدة الهدنة المقدرة بأربعة أيام. هي هدنة استطاعت غزة أن تتنفس كثيرا فيها بإدخال هذا الكم من المساعدات وخروج عداد من المصابين. نعم. وتأمل يعني في انتهاء هذه الغارات وهذه الحرب قريبة. شكرا، شكر جزيل على هذه المتابعة الزميل حماد العربي موفد التلفزيون المصري إلى العريش لمتابعة ما يجري عند معبر رفح. ونعود لضيفنا الكريم في الاستوديو معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ووصلنا ربما للتوقيت المناسب للحديث عما ماذا بعد، يعني ربما هدنة فأمل في إطلاق أو في وقف إطلاق أو في وقف دائم لإطلاق النار، ومن بعد هذا الوقف الدائم الذي نأمله ماذا بعد؟ المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية هامة جدا هامة جدا، لأنه الأوضاع في غزة لا يمكن من وجهة نظر دولية أو فلسطينية أو عربية أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. وأرجو عدم أخذ هذا الكلام على أنه انتقاد لحركة حماس أو لحركات المقاومة الفلسطينية. كل الاحترام والتقدير لكل حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية، لكن شكل العالم تغير. لكن المطلوب من الحركات والفصائل الفلسطينية إذا كانوا فعلا حريصين على فلسطين وحريصين على الشعب الفلسطيني إن هم يتحدثوا بلغة العالم. الشعب الفلسطيني كما جاء على لسان السيد الرئيس صباح اليوم في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا يستحق دولة مستقلة، ولكن عشان نصل إلى دولة فلسطين المستقلة داخل حدود أمنة ومعترف بها دوليا يجب نحن في مصر وفي فلسطين وفي العالم العربي نفكر في من
من سيدير ومن سيحكم، وهنا يحكم مش بمعنى كدولة، إنما من سيتحمل مسؤولية إدارة أمور قطاع غزة الإدارية والتواصل مع العالم الخارجي، من سيتحدث باسم قطاع غزة مع العالم الخارجي، وثالثا من سيتحمل، ودي بقى أخطر نقطة في الموضوع كله في الترتيبات الانتقالية، من سيتحمل مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة. يجب طبعا الجهة الأولى التي يجب أن تتعامل مع هذه الأمور هي السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع حاليا بعد العدوان الإسرائيلي أن هي تذهب إلى قطاع غزة. ففي حضرتك يجب أن نفكر السلطة هيبقى شكلها إيه. دوت بقى الرد على أنه في انفصال جغرافي ما بين الضفة والقطاع، الرد على ده إيه يا فندم؟ الرد على دوت أو كيف يمكننا تجاوز هذه، ودي نقطة في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية، وإذا لم يتم حسمها كأنه لم يحدث شيئا، ونعود تاني إلى هذه الحلقة المفرغة من هدنة، وقف إطلاق نار دائم، ثم لاندلاع حرب أخرى وهلم جر، وده طبعا من وجهة نظر الأمن القومي المصري غير مقبول. ده يعني عشان بس تمام يا فندم. النقطة الثانية انه ده بيؤدي بينا بقى حضرتك الى تفعيل اتفاقيات الوحدة الوطنية التي سبق لحماس والجهاد الإسلامي التوقيع عليها في القاهرة، في القاهرة او في مكة او في الدوحة من 2007 حتى الآن، مع حركة فتح ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث ان فلسطين لا تتحدث إلا بصوت واحد، وإن نرجو من المكتب السياسي في حماس والقادة السياسيين في حركة الجهاد إنه لا ينظروا إلى هذا الأمر من منظور رؤيتهم الخاصة أو موقفهم الخاص بالنسبة لكيفية حل القضية الفلسطينية، وإنما ينظروا إليه من منطلق وقت. طب نوصل لده ازاي معالي السفير؟ وطبعا أنا عارف إنه سؤال صعب، ويعني مع كل التقدير والاحترام لحضرتك، لكن يعني إحنا بنحاول نفكر بصوت عالي إن صح التعبير. لدينا حكومة متطرفة في إسرائيل، وتحدث رئيسها في لحظة من اللحظات عن سفر أشعياء، ولدينا حركة مقاومة إسلامية اختصارا اسمها حماس، وحركات مقاومة أخرى تظن أنه لابد من تحرير، وربما من قوة في هذا التحرير، وربما أن العملية بشكل أو بآخر رغم كل الضحايا والشهداء حركت إن صح التعبير الماء الراكد، وعادت القضية إلى واجهة الإعلام العالمي، ونحن نتحدث عن ضرورة التفكير بشكل مختلف. والبعض يختصر القول حتى لو أطيل على حضرتك وعلى مشاهدين الكرام بأن المشكلة في عقلية إسرائيل، هي لن تقبل بإدارة لقطاع غزة تحقق لأهل قطاع غزة الأمن قدر ما هي تحتاج للتدخل وللسيطرة وللمراقبة وما شابه ذلك. حضرتك يعني في اتفاق نحن لا نعود إلى الأمر الواقع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر. هذه العبارة أو هذا الموقف في عنصر يخص الفلسطينيين، وإحنا أشرنا إليه اللي هو ضرورة تفعيل الوحدة الوطنية، اتفاقيات الوحدة الوطنية الفلسطينية، بحيث انه اللي يتحدث باسم فلسطين في المجتمع الدولي يبقى جهة واحدة، صوت واحد فقط. لا يعني الاوضاع اللي كانت قائمة قبل 7 اكتوبر لن تستمر، ده اول حاجة. تاني شيء حضرتك بقى انه ادارة قطاع غزة، ادارة قطاع غزة دي مسؤولية فلسطينية، والحد ما مسؤولية عربية ومسؤولية دولية، وحماس يجب أن تكون متوارية. إحنا مش بنقول تبقى غير موجودة، هي تكون متوارية، بس عشان يحصل تهدئة وإدارة، عشان نقدر ندير المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية لا تنفصل في مرحلة ما في المستقبل عن الحل السياسي. هنا بقى في نقطة أحب أتوقف عندها، وحضرتك حضرتك كنت أثرتها وتفضلت مشكورا، يعني أجلتها لغاية النص التاني من الحلقة. اليوم
في المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس مع رئيس وزراء باكستان، رئيس وزراء اسبانيا وبلجيكا، السيد الرئيس طرح موقف مصري جديد كليا، جديد كليا. وانا شخصيا حضرتك اتفق معاه تماما ان المسار على مدى الثلاث عقود الماضيه حوالين حل الدولتين ده بقى تاريخ، وهذا المسار لم يؤدي الى قيام دوله فلسطينيه مستقله، بل بالعكس فشل هذا المسار بسبب سياسات نتنياهو. صحيح. نتنياهو هو اللي افسد واجهض كل محاولات حضرتك للوصول الى دوله فلسطينيه، واوصلنا الى ما نحن فيه اليوم. فهذا المسار بقى في ذمه التاريخ. ودي البديل او ايه المقصود؟ البديل السيد الرئيس النهارده قال يبقى قيام دوله فلسطين، قبول دوله فلسطين عضوا في الامم المتحده. واذا كانت اسرائيل، ما الذي يميزه عن فكره حل الدولتين؟ بمعنى هل المقصود هو قبول دولة فلسطين حتى من غير مفاوضات مع إسرائيل؟ حضرتك احنا الجانب المصري والجانب الفلسطيني تفاوض مع إسرائيل من سنة 79 حوالين مستقبل الضفة الغربية وغزة. من 79 يعني مصر قعدت سنة ونص حضرتك بعد التوقيع على المعاهدة في مارس 79 فيما يسمى بمفاوضات الحكم الذاتي. الرئيس الراحل محمد انور هو اللي قرر الانسحاب منها. ليه؟ لانه وجد انه الجانب الاخر، والجانب الاخر كان من؟ كان الليكود بقياده بيجن. مين النهارده اللي بيتولى الحكم في اسرائيل؟ بنيامين نتنياهو اللي هو على راس الليكود. الليكود بالمناسبه لمن يعني الليكود ده حزب يميني متطرف لا يؤمن اساسا ان الضفه الغربيه. عشان كده لما حدثت مقارنه ما بين تحقيق الليكود للسلام بالمقارنه مع حزب العمال الاسرائيلي، يعني كانت المقارنه لصالح الليكود رغم تطرفه. ازاي يا استاذ عمي؟ بمعنى انه حتى اليمينيين في اسرائيل استطاعوا تحقيق السلام وقت مناحم بيجن. لا ده موضوع اخر خالص زي يعني، وارجو عدم الدخول فيه لان ده هيفتح امامنا حوارات بقى يعني. لا خلي ده على جنب. ليه الليكود دخل في سلام مع اسرائيل؟ دي مساله اخرى خالص لا علاقه بالدوله. لكن عموما ارجع للنقطه الاساسيه اللي السيد الرئيس ركز عليها، ودي بقى هتبقى نقطه تحول في الموقف الفلسطيني والموقف العربي والموقف الدولي وموقف الإدارة الأمريكية التي تحدثت دائما وما زالت تتحدث عن حل الدولتين، لكن عمرها ما شرحت كيف ستنشأ دولة فلسطين المستقلة. النهاردة مصر بتنتهج موقفا جديدا، وهو الموقف الصائب الوحيد في الساحة بعد ما شاهدناه من خمس حروب حوالين غزة من 2008-2009، اللي هو إعلان قيام دولة فلسطين وقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ولا ندخل في مفاوضات أخرى جديدة مع إسرائيل، ونتحدث عن مرحلة انتقالية. اللي أنا عايز أقوله بحكم خبرتي حضرتك في الموضوع ده من 79، الذي قتل حل الدولتين هو موافقة الجانب المصري والجانب العربي والجانب الفلسطيني على مراحل انتقالية لمدة خمس سنوات. دي أعطت الفرصة لكل القوى السياسية في إسرائيل وعلى رأسها الليكود ونتنياهو إن هو حضرتك يستخدم المرحلة الانتقالية لإجهاض الهدف الأساسي منها، ألا وهو التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين. بالمناسبة عندما نتحدث عن اتفاق نهائي مع الفلسطينيين، نتحدث عن ماذا؟ في حضرتك خمس عناصر متفق عليها ضرورة حسمها في أي اتفاق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية. وهذه العناصر الخمسة إسرائيل كانت دائما بتعرقل التوصل الاتفاق حولها خلال مفاوضات اللي كانت بتتم في المراحل الانتقالية. الحدود. أيوة. إسرائيل ليس لها حدود معترف بها لغاية النهاردة. أين تقع حدود إسرائيل؟ ده أول حاجة. الحدود. المستوطنات. مصير. أيوة. المستوطنات. القدس الشرقية. اللاجئين. صحيح.
الأمن والموارد المائية. خمس ملفات. دولت الخمس ملفات اللي أي تسوية نهائية يجب أن تتعامل معها وتتوصل إلى اتفاق. النهاردة هذا النهج في التفاوض بين الفلسطينية والإسرائيليين أثبت فشل وضيع وقت. أثبت فشل وأعطى فرصة لليمين 30 سنة. اليمين الإسرائيلي إن هو يجهد التوصل إلى قيام دولة. وعندنا خير مثال على ذلك اتفاقيات أوسلو. تمام؟ فعموما حضرتك احنا النهاردة في موقف جديد طرحته مصر. الموقف الآخر اللي طرحه السيد الرئيس النهاردة وهو يتعلق بموقف مصر من هجرة قصرية. وانا احب اقول هنا التهجير القصري. التهجير القصري. ان السيد الرئيس اليوم قال بعيدا عن التصريحات التي تصدر عن بعض المصادر الرسمية الإسرائيلية ويرد عليها بنيامين نتنياهو ويقول ان هذه التصريحات غير ملزمة للحكومة الإسرائيلية كآخر تصريح لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية. تمام؟ السيد الرئيس النهاردة قال ما يتم عمليا في غزة من عدوان إسرائيلي هو الذي يدفع إلى الهجرة القصرية. وبالأمس قال إنه ده خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا عايز بس أنوه إنه اللقطات اللي معانا على الهواء دلوقتي معالي السفير هي يعني استمرار سريان الهدنة في محيط سجن عوفر الإسرائيلي لإخراج 39 أسير فلسطيني في سجن عوفر ما بين نساء وأطفال أو شباب قُصّر دون سن 18. تفضل معالي السفير. أكمل بقى مكان. فأنا كنت يعني النهاردة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي تحدث عن موقف مصري جديد بالنسبة لتسوية القضية الفلسطينية. وأنا أعتقد هو ده البداية. هو ده البداية. ويعني معنى كلام السيد الرئيس اليوم إن النهج السابق خلاص انتهى وأثبت فشل. نقدر نقول يعني إعلان أحاد الجانب يكفله القانون الدولي بحكم أنه مرت 3 عقود دون جدوى من هذه المفاوضة. هو طبعا يجب بقى أن ندخل حضرتك في اتصالات دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية لنستشف إيه أفكارها. يعني في طرح مصري جديد اليوم. طيب كيف ستتجاوب معه الإدارة الأمريكية التي تحدثت منذ اليوم الأول في يناير منذ يناير 2021 أنها إن الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط هو حل الدولتين وحق الفلسطينيين كحق الإسرائيليين في العيش في حرية وفي أمن وفي ديمقراطية وفي رخاء. اليوم هذا هو الموقف الولايات المتحدة الأمريكية. وموقف الإدارة الأمريكية مؤخراً أصبح يتطابق إلى حد كبير مع الموقف المصري نتيجة للجهد السياسي والدبلوماسي المصري مع الإدارة خلال 6 أسابيع الماضية. فاليوم في نوع من لن أقول تطابق في المواقف المصرية والأمريكية لكن بقى في حضرتك تفاهم أمريكي إن مصلحة أمريكا ومصلحة إسرائيل هي التجاوب مع الطرح المصري. وبالتالي احنا ابتداء من اليوم اتصور ان الاتصالات الدبلوماسية مع الادارة الامريكية هتنطلق. طيب طالما بنتحدث عشان وقتنا بيقرب على الانتهاء ومعنا طبعا لقطات لمعبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني لدخول شاحنات المساعدات والوقود والغاز. معالي السفير يعني وصلنا في حرسنا وتحليل حضرتك لانه بشكل او باخر المنطقة يعني اختلفت بعد 7 أكتوبر عما قبله ونقدر نقول انه كل ادوات الصراع او السياسة بالضرورة ستختلف. ما هو المحتمل في الغد القريب بعد ايام قليلة؟ هل اندلاع التصعيد من جديد؟ هل دوران عملية سياسية بشكل مختلف؟ ما ايهما اقرب للتحقق؟ يعني في ضوء المعطيات الحالية
على أرض الواقع يعني المعطيات العملية هو احتمال استئناف العدوان الإسرائيلي أكبر من أي احتمالات للتوصل لوقف إطلاق النار دائم. قبل الحديث عن تفاصيل المرحلة الانتقالية وقبل الحديث عن كيفية ربط المرحلة الانتقالية مع الحل السياسي للقضية الفلسطينية يجب التوصل لوقف إطلاق نار دائم. هو ده حضرتك أنا يمكن أصطف متن كلامي أنه مع الإشارة اللي حضرتك أشرتها لضرورة توحيد القيادة الفلسطينية والدور المصري والعربي والدولي الذي لابد أن يختلف في جملة ناقصة، وأنا أستبعد أن حضرتك تكون يعني انتقصتها من حديثك عمدا لأنه حضرتك ما انتقصتهاش، وهي المتعلقة بأنه بالتأكيد سيحدث تغيير داخل إسرائيل على المستوى السياسي وعلى مستوى الحكومة، ولكن دي مسألة احنا ما نقدرش نراهن على وقتها، لكن بالضرورة ده يحصل، هتحصل دي هي بس مسألة وقت، لأنها مرتبطة حضرتك امتى الحرب تقف. اول ما العدوان الاسرائيلي هيقف نتنياهو وحكومته مش هيقف الحرب، دي خلينا حكي ما نسبقش الاحداث، لا نستبق الاحداث، لكن اللي استطيع ان اقوله ردا على النقطة اللي حضرتك اثرتها هو لا، اما تنتهي اما يتوقف العدوان الاسرائيلي نهائيا في اطار مشروع قرار لمجلس الامن بوقف اطلاق النار، هنا بقى حضرتك هنشوف اللجنة اللي هتشكل والتحقيقات اللي هتجرأ ونتائج التحقيقات. اللجنة دي عملها يستمر وقت قد ايه حضرتك ده ما يعني احنا ما عندناش سيطرة عليه، لكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ان نتائج هذه اللجنة ستطيح بالحكومة الاسرائيلية بالتأكيد، سيكون لها تأثير بالغ على الاوضاع الداخلية في اسرائيل. في اي اتجاه ننتظر هذا، انا في تقديري ننتظر هذا، لكن في نقطة تاني بس قبل ما ننهي بتاع هي اللي هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجديد دماء القيادات الفلسطينية في السلطة الفلسطينية وفي منظمة التحرير الفلسطينية وفي حركة فتح. واضح انه قيادات العالم كلها محتاجة تتغير في امريكا وفي اسرائيل وفي فلسطين. على كل حال يبدو انه ديت سنة الاشياء وطبيعة لازم الكون، و ربما الغد يحمل بإذن الله المزيد من الأمل. على أي حال كان في بصيص من الأمل اليوم، كان في فرحة ولو نسبية يصحبها حزن على كل الضحايا والشهداء الذين تجاوز عدد الشهداء 15,000 وتجاوز عدد الجرحى والمصابين ربما 36,000 فضلا عن ألاف أخر من المفقودين، لكن على أي حال الحرية غالية ولها ثمنها. رحم الله الشهداء وشفى المصابين ونصر المقهورين في أرضهم. على أي حال بشكر معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ضيفنا في هذه التغطية، شكرا جدا معالي السفير. شكرا. أنا بس أحب أقول تأثرت جدا أمس أما السيد الرئيس ختم كلمته وقال تحيا مصر تحيا فلسطين. جميل، تحيا مصر وتحيا فلسطين. فلسطين فعلا. مشاهدينا الكرام كل الشكر لحضراتكم، نلتقي في مثل هذا الموعد في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. على رأس الساعة خدمة إخبارية جديدة، تفضلوا دائما معنا على شاشة قناة نيل الأخبار من القاهرة. شكرا وإلى اللقاء.